هلا غدة جارات الدراق هي عبارة عن غدة صماء صغيرة كتير قد حبة العدس، هي تقريبا 4 هي بشكل عام وممكن تكون أكثر. بتتوضأ، ليش سموها جارات الدرق؟ لأنه عندنا الدرق هون مثل ما بتعرفوا بمقدم العنق على شكل فراشة، هي بتتوضأ خلفها، يعني في خلف كل فص، في عندي الفص الأيمن والفص الأيسر للدرق، خلف كل فص بيكون عندي غدتين جارات درق. هذا بشكل عام، ممكن مثل ما قلت لك تكون أكثر، يكونوا 5، يكونوا أقل 3 حسب التشريح، ممكن تكون واحدة هاجرة للصدر للمري، شافوا هيك حالات. هلا وظيفتها هي رفع الكالسيوم بالدم، بغض النظر كيف بدها ترفع، يعني المهم ترفع، اوكي، ترفع الكالسيوم بالدم بطريقه عن طريق امتصاصه من الامعاء الدقيقه بواسطه فيتامين دي، عن طريق ايضا حل كسر العظم عن طريق خلايا كاسرات العظم، و ترحيل الكالسيوم من العظم إلى الدم، وعن طريق الكلية. الكلية طبعا هي بتعزز تفعيل الفيتامين دال بربط الون ألفا فيه. فيتامين دال طبعا هلأ بنحكي كيف بتشكل، بتعزز انه يصير نشيط أكتيف، والطريقة الثانية انه بتمنع طرح الكالسيوم وتزيد عودة امتصاص الكالسيوم إلى الدم. فإذا هي وظيفتها رفع الكلس بالدم. طيب دكتورة، خلينا نعرف إذا صار في مثل ما بيقولوا خربطة بالهرمونات وأدى هذا الشيء لخلل بعمل غدة جارة الدرق، شو الأسباب أو الأعراض اللي بتظهر عند الشخص؟ هلأ الأسباب كثيرة طبعاً، فينا نختصرها بطريقة أنه في عندي أسباب ورم، هي 4. في عندي ممكن يصير واحد يتورم، يصير في عنده ادينوما، هذا السبب يشكل تقريبا 85% من اسباب فرط نشاط جارات الدرق. هذا السبب، هذا الورم 99% حميد سليم، 1% او اقل بيكون كانسر سرطاني، ولحسن الحظ ممكن انه يتشارك مع أورام غدية بغدد تانية مثل النخامة والبنكرياس، بمرض بنعرفه تناظر اسمه المين وان، المرض الأورام الغدية المتعددة Multiple Endocrineoplasm، هذا وراثي يورث بالعائلة. فإذا هذا أول سبب، السبب وهذا بنسميه فرط النشاط البدني. أما الأسباب الأخرى ممكن أنه يكون 4 كبرانة، إمتى بتكبر هاي؟ وقت يصير عندي أي مرض عمل لي نقص كلس بالدم، فلذلك بتصير بتشتغل أكثر وبيصير فيها فرط تصنع، بتكبر 4، أوكي؟ مثل مثلا قصور كلوي مزمن، مثل سوء امتصاص، نقص فيتامين دال، نقص كالسيوم، أي مرض بيعمل نقص كلس بدها تشتغل أكثر مشان ترفع الكالسيوم، بتقوم بتكبر هاي 4، أوكي؟ وبالتالي بيرتفع هرمون جارة الدرق اللي هو باراثورمون PTH بنحلله. فإذا هاي الأسباب بشكل عام، في عنا البدئي، في عنا الثانوي، وفي عنا الأمراض الوراثية مثل ما قلت لك. دكتورة خلينا نحكي عن خطة العلاج في حال كان ممكن الارتفاع أو ممكن نقول الغلط في عمل غدد جارات الدرق، كيف بيكون العلاج من الحالات البسيطة إلى المتوسطة والخطيرة؟ هلأ العلاج طبعا بالأغلب جراحي. أول شيء نحن ما حكينا عن التشخيص، لقلك التشخيص لأنه له علاقة بالعلاج. هلأ التحليل إذا كان مثلا PTH، إذا كان PTH ما كتير مرتفع، هذا بيدلني أنه في عندي نقص كالسيوم، نقص فيتامين دال، وبالتالي أنا بصلح فيتامين دال وبصلح الكالسيوم، برجع بعمل تحليل PTH أو هرمون جارات الدرق بلاقي ظابط طبيعي، أوكي؟ أما إذا كان فوق 100 فوق الأكثر، هذا بنشك بورم. شو بنعمل وقتها؟ بنعمل إيكو، بنقوم نلاقي في عنا ورم بجارات الدرق، ممكن انه نعمل طبقي ولا شيء ثاني، بس الايكو عاده بنعتمد عليه. اذا لقينا ورم واحد بجارات الدرق، هذا قطعا العلاج جراحي، اوكي، ما في علاج ثاني، بنشيل هذا الورم بيرجع كل شيء طبيعي. في عندي 3 عم يشتغلوا، يعني انا شلت وحده، الورم عاده بيكون وحده او 2، حتى لو شلنا 3 وخلينا وحده بيرجع الجسم طبيعي، بيرجع الشغل طبيعي.
أما إذا كان بالآلاف، أوكي بالآلاف عندك حللتي الهرمون جراد الدرق لقيتي فوق الألف، فهذا قد يكون ثانوي وقد يكون كانسر. الكانسر السرطان من مميزاته أنه بيرفع الكالسيوم بشكل شديد وبيعطي أعراض شديدة لارتفاع الكالسيوم، وبيعطي مثل كتلة صلبة بالعنق، وبالإضافة لذلك بنلاقي الهرمون فوق الألف أكثر أحيانا، بوصل لخمسة آلاف عشرة آلاف إلى آخره. هو الحد الطبيعي له هو من الخمسة عشر لخمسة وستين. أي شيء فوق السبعين هو فرط نشاط جراد درق. فإذا العلاج حسب الحالة، يا أما بدنا نصلح نقص الكالسيوم ونقص الهي دوائيا، أو بالثانوي بدنا نصلح الخلل جراحيا، أو إذا في ورم بدنا نشيله جراحيا. طيب دكتورة، باعتبار أنه هن جارات للدرق، إذا صار فيهم التهاب أو صار فيهم نقص أو خلل أو ورم سواء حميد أو سرطاني، تتأثر الغدة الدرقية بهذا الشيء أم لا عملهم مختلف حتى ولو كانوا متقاربين بالمكان؟ هلأ هن جارات الدرق ولكن منفصلين انفصال تام عن عمل الدرق، أوكي؟ هن مثل أنا وجارتي، أنا بشتغل شيء وجارتي بتشتغل شيء يعني. هلأ هن الدرق مثل ما بتعرفي إنه بتفرز الأتروكسين والعلاقة بالطاقة وكذا، بينما هدول بيفرزوا بي تي اتش هرمون جارات الدرق، ولهم علاقة بضبط الكالسيوم بالدم فقط، الكالسيوم والفوسفور طبعا. فإذا نحن حتى لو صار عندهم مشكلة جارات الدرق، الدرق ما رح تتأثر. هو المشكلة الوحيدة أنه نحن لما يكون عندنا مشكلة بالغدة الدرقية مثلا ورم، وبنبعث المريض على الجراحة، ممكن أنه يستأصلها وممكن أنه ما يشوف جارات الدرق، بتقوم بيستأصل مع جارات الدرق، هون بيكون في الصلة الكبيرة بيناتهم. كمان يا دكتورة، السؤال دائما بينسأل لما بيكون بنوجد أمراض أخرى مثل قصور الكلى، كيف بيتم التعامل مع فرط نشاط غدد جارات الدرق، وكيفية التعامل مع قصور الكلى بالوقت نفسه؟ هلأ بالقصور الكلية بيصير عندي فرط نشاط جراد ثانوي. ليش؟ لأن الكلية هي مثل ما قلت لك بيصير الفيتامين دال بالكلية أكتيف، أوكي. فإذا لما يصير في عندي فشل كلوي بالمراحل الأخيرة، فيتامين دال ببطل يصير نشيط وببطل يتفعل، بإضافة جذر الهيدروكسيد الون ألفا، لهيك نحن بنعطي ون ألفا، أوكي. بنفس الوقت الكلية عم تحبس الفوسفور، هي عادة بتطرح فوسفور بصير بتحبس الفوسفور. لما الكلية كمان تخرب الكالسيوم بده ينخفض، قلنا الكلية هي عم تحبس الكالسيوم، لما تخرب الكالسيوم بده ينطرح. فإذا هدول ثلاث شغلات هي ممكن أنه تساوي لي فرط نشاط جارات درق شديد شديد ثانوي. يعني الكالسيوم منخفض، الفوسفور مرتفع، الفيتامين دال نازل لأنه ما عم يتصنع بالكلية، فإذا لذلك بشكل تلقيم راجع أو بانعكاس بدها تشتغل كتير جارات الدرق، بصير عندي الفرط نشاط الجارات الدرق الثانوي، وبصير عندي فرط تصنع بالأربع غدد، أوكي؟ هلأ نحن كيف نعالج هاي؟ أول شيء بدنا نصلح الخلل، ماشي؟ الأعراض اللي بتصير عند المريض الكلية، مشان أذكر لك، بصير نفس أعراض اللي بتصير عند جارات الدرق، يعني بصير عنده التعب والغثيان والأقياء وكل هالقصص، الإمساك، البوال، السهاف، ولكن أهم شيء اللي بنسميه اعتلال العظم الكلوي، أوكي؟ يعني العظم بصير مو هشاشة عظم، هشاشة عظم شديدة، إذا مطرق طرقة بسيطة بينكسر. فلذلك هاد المفروض إنه نعالجه على وقت مبكر، بنعود الكالسيوم، بنعود الفيتامين دال بالون ألفا الجاهز، الون ألفا ون آسيا عنا هون نحنا، أوكي؟ بنعود كل هدول، وبنحاول ننزل الفوسفور، بنعطي أكل قليل الفوسفور وبنعطي طارحات الفوسفات، وبنفس الوقت إذا ما زبط بدنا نلجأ للجراحة. عنا فرط تصنع أربع كبرانين، بنشيل ثلاثة ونص، بنترك نص وحدة ممكن أنه ترجع تكبر، وقتها بنلجأ لمقلدات الكالسيوم. مقلدات الكالسيوم هي عبارة عن أدوية
حديثة هي بتقلد فعل الكالسيوم على المستقبلات جارات الدرق، هي مثل الكالسينات. أوكي، بياخد المريض بيقوم بتخلي جارات الدرق تبطل تفرز وبالتالي بيتحسن المريض، ولكن للأسف الشديد أنه قصور الكلى المزمن من أصعب حالات العلاج بفرط نشاط جارات الدرق. طيب دكتورة، قبل ما نختم، النصائح الأبرز بتحبي توجهيها لكل يلي عم يسمعنا عن موضوع اليوم؟ هلأ نحن النصائح الأبرز، هلأ الفرط نشاط الدرق عادة يكتشف بالصدفة. كيف بنكتشفه بالصدفة؟ 80% من الحالات تكتشف صدفة. بنعمل تحاليل روتينية لمريض منا الكالسيوم، بنلاقي الكالسيوم عالي. وقتها إذا الكالسيوم أكثر من 11، نحن الكالسيوم للعشرة ونص، إذا الكالسيوم كان أكثر من 11 لازم نعمل هرمون جارات الدرق، أوكي؟ ونكتشف إذا في شيء. هلأ حالياً بالوقت الحالي زادت الحالات. ليه زادت الحالات؟ لأنه بهالفترة صرنا نهتم من 10 سنين وجاي نهتم بفيتامين دال ونعود فيتامين دال، لهالسبب كثرة اكتشاف حالات جارات الدرق الكالسيوم. مثل كمان ما حكيتي دكتورة، يمكن قسم كتير كبير وناس كتير عم بيعانوا يمكن من نقص فيتامين دال، ودائما بنسمع انه هذا الشيء ما بيخوف، كل سوريا مع نقص فيتامين دال، خلينا نعود بال هلا مو كل سوريا، انا كنت برجعت سوريا كل العالم عنده نقص فيتامين دال، بس ليش؟ لانه التركيز على فيتامين دال صار مؤخرا، يعني بالعشر سنوات وانت جاي. قبل هالشيء ما كان حدا يحكي بفيتامين دال، فلذلك لما تحللي بيكون نازل. اوكي طيب دكتوره، في كثير ناس عم يتعرضوا للشمس والفترات اللي هي هلا هي الفترات التعرض اللي هي الصباح الباكر للعشرة ونص 11، وما هيك عم يطلع عنده نقص فيتامين دال. هلا فيتامين دال التعرض يجب ان يكون بوقت تكون الشمس عموديه على الجسم، عموديه هي مشان نستفيد من الاشعه، اوكي؟ هي اللي بتحول الكوليسترول الموجود بالجلد تحت الجلد الى كوليكالسيفيرول، وهذا بيروح على الكبد بياخذ جزر وبيروح على الكلى بيصير نشيط، اوكي؟ بياخذ الون الفا. فلذلك انت بدك تتعرضي بين ال 11 ل 3 بعز دقه الشمس، وقت تكون الشمس عموديه عليكي، اوكي؟ فيتامين دال بيصير معنا سحايا. هلا هن قالوا دراسات شو قالت؟ قالت انه اذا ضليتي بفتره طويله ممكن انه يصير عندك حروق، لهيك قالوا فتره التعرض طبعا بده يكون اكسبوزد، يعني قدر الامكان يشيل ثياب وما يكون من قفا بلور ماشي الحال، ويكون متعرض باكثر جزء من جسمه وما يزيد عن 20 دقيقة. ليش؟ 20 دقيقة 3 مرات بالاسبوع كافيه، 20 دقيقة اكثر من هيك بيتعرض لحروق شمسيه. نعم، بدنا نشكرك دكتورة على وجودك معنا لليوم، نتمنى اكيد الصحه والسلامه للجميع، وشكرا على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها وبقيت معنا. شكرا لكم، يسعد نهارك.